جاءت هذه المشاركة لإبراز ما توصلت إليه الهجان السلطانية من مستويات عالية في تأديب الهجن، و يعني قامت هذه العروض التي نالت استحسان الجميع لله الحمد. ومشاركتنا هذه تأتي في هذا المهرجان الكبير من ناحية ظهور فقرات متميزة للهجان السلطانية خلال فترة المهرجان. طبعا المهرجان ما شاء الله يحتوي على كثير من الأفرع التي تهتم وتؤصل الإبل والهجن في المملكة، وهو يعني تراث مشترك لمنطقة الخليج العربي يعتبر، ولكن سعدنا بما اطلعنا عليه وشاهدناه من يعني اهتمام كبير من المملكة العربية السعودية في ناحية الإبل، متزامن كذلك مع وجودنا هنا في إبراز أهم ما توصلت إليه سلطنة عمان كذلك من اهتمام في هذا المجال. عمان من الدول يعني التي يعني سبقت يعني المنطقة في الاهتمام وترويض الإبل واستخدامها يعني استخدامات أخرى كعروض فنية أو موسيقية أو عروض استعراضية يعني، ولله الحمد يعني هذا الفقرات اللي شفتوها اليوم يعكس اهتمام سلطنة عمان بهذا الجانب. كذلك هناك اهتمام ب يعني وجود يعني الفصائل العمانية المتفردة على مستوى المنطقة، وهناك كذلك سباقات تقام في كل مناطق سلطنة عمان ولله الحمد. هذا الكلام يعني تسجيل في منظمة اليونسكو لهذه العروض أتى من الاهتمام في تسجيل يعني التراث غير المادي لسلطنة عمان في منظمة اليونسكو. فكما ذكرنا يعني الهمبل والتغرود والعرضة هذا تم تسجيلها، وهناك كذلك يعني اهتمام في تسجيل باقي التراث.